قضية الإمام الحسين سلام الله عليه أيها الإخوة الأعزاء هي موقف شرعي، ليست قضية أيضا غيبية بمعنى أنها مرتبطة بالإمام الحسين ولا تعنينا، هي قضية غيبية، هي أمر إلهي، وكل الأوامر الإلهية هي أمور غيبية، ولكنها قضية ترتبط أيضا بواقع أمتنا الإسلامية في كل العصور والأجيال، ولذلك استلهمت الأجيال والعصور واستلهم المسلمون وعلماء المسلمين في كل الأجيال من قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. انظروا للتاريخ، ترون صلحاء المسلمين والخلص من علمائهم كانوا يقتدون بالإمام الحسين ويتبعون بثورة الإمام الحسين، وبقيت ثورة الإمام الحسين هي موضع إجماع مطلق من المسلمين وعلمائهم بأن الإمام الحسين كان على الحق في ثورته ويزيد كان على الباطل.